عليكم، مرحبا بكم عندي في قناة أم إسلام أحمد. كيف توما؟ مزيانين؟ لاباس عليكم؟ صحة فطوركم؟ مبروك رمضان. كيف توما؟ مزيانين؟ كل شي بخير. اليوم جيت نوجد معكم واحد الشهيوة غزالة، اللي هي الشصو. ها هو بحال اللي كتشوفوا، بالعجين مورق. ها هو حمرته شوية، العجين مورق اللي سبق اللي عملته معكم من قبل. انا غادي نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالو في صندوق الوصف. كيف كتشوفوا انا عمرته من داخل بالدجاج. مهم الحشوه من بعد تشوفوها معايا في المقادير. غادي نقسم معكم وحده هي بحال اللي كتشوفوا، باش تشوفوا العجين كيفاش كيجي. شوفوا كيتهرس غير بوحدو، يعني عجين مورق ناجح 100%. ها هو بحال اللي كتشوفوا. غادي نحيد هذه، شوفوا سمعوا كيفاش كيعمل. شوف يعني العجين مورق ناجح 100%. ها هو بصراحه كيجيو هاد الشوسون غزلان. نتمنى ان شاء الله تجربوهم يعجبوكم. دوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير ديال الشوسون ديالنا. يلا السلام عليكم. لا على بركه الله، نبداو المقادير ديال الشوسون ديال المملحه ديالنا. عندي هنا العجينه المورقه اللي وجدت معكم من قبل. بالنسبه اللي ما شافش الفيديو ديال العجين المورق، انا غادي نخلي لكم رابط في صندوق الوصف. ها هي انا جبت من الفريكو، كانت عندي في الفريكو. وعندي هنا واحد القرعه كبيره محكوكه، عندي واحد الجزره كبيره محكوكه، وعندي واحد البصله كبيره مقطعه متوسطه ماشي كبيره بزاف. وعندي هنا صدر ديال الدجاج، عندي نص صدر ديال الدجاج هنايا مقطع قطع صغيره مربعات. وعندي الزيت البلديه والزيت النباتيه، وعندي الملحه، وعندي هنا شويه ديال معدن. بالنسبه للتوابل عندي هنا الابزار، وعندي سكينجبير صافي، والملح. هذو اللي عندي في التوابل. ندوزو ان شاء الله نشوفو طريقه التحضير ديال الحشوه ديالنا وديال الشوسون ديالنا. بسم الله على بركه الله. نبداو اول حاجه بالحشوه ديالنا. انا وضعت شويه ديال الزيت في المقله، ها هو زيت نباتيه وزيت بلديه، وضعت شويه شويه في المقله. دابا غادي نضيف عليهم الدجاج ديالي، باقي ما سخنتش المقله مزيان، خليوها حتى تزيد تسخن شويه. صافي غادي نشحر هاد الدجاج ديالي، عاد نضيف عليه البصله وجميع التوابل اللي باقين. الدجاج ديالي هو بدا كيتشحر، دابا غادي نضيف عليه البصله باش تشحر معاه. غادي نخلط مزيان، دابا غادي نبدا نضيف التوابل ديالي. نضيف شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الجزر، شويه ديال الملحه، صافي. غادي نخلط مزيان هاد التوابل ديالي. تخلي البصله ديالي والدجاج يتقلاو مزيان غير شويه بعدا، عاد نضيف عليهم الجزر ديالنا والقرع. هيا ترخات لي البصله ديالي مع الدجاج، دابا غادي نضيف الجزر ديالي. من الافضل ما تغطيوش على الحشوه ديالكم، خليوها طيب بلا شي باش ما تطلق لكم شي الماء، حيت حنا ما بغيناش شي الحشوه ديالنا تكون فيها الماء. الا غطينا عليها غادي يطلق الماء. خليوها طيب غير بحال هكذا، يترخى الجزر ديالنا شويه، عاد نضيفوا عليه القرع ديالنا. المهم غادي نضيف المعدنوس حتى هو. صافي من بعد ما ترخى لي الجزر شويه، ها هو شفتوا بدا كيطلق الماء عليها، قلت لكم ما تغطيوهاش. صافي انا ضفت القرع ديالي، وغادي نخلط مزيان هاد المكونات، وغادي نخليهم يطيبوا. ندوزو دابا باش نوجدو العجينه ديالنا، باش ملي طيبنا الحشوه تكون عندنا العجينه واجده. وغادي نوجد شويه ديال الجبن اللي غادي نخلطو مع الجبن ديال الموتزاريلا اللي غنخلطو مع الحشوه ديالي من بعد ما طيب. بعد ما بردت لي الحشوه ديالي، ها هي انا زدت عليها شويه ديال الجبن موتزاريلا، غادي نخلطها مزيان. بسم الله على بركه الله. دابا نوجدو الشوسون ديالنا. عندي هنايا الطاوله اللي غادي نخدم فيها، مرشوشه الدقيق. غادي نجيب العجين ديالي مورق، ها هو بسم الله.
غادي ندهن شويه الدقيق. ها هو بحال اللي كتشوفوا السوشي يجي رقيق بزاف، يعني بحال دابا هكذا بركه السوشي يجي رقيق بزاف باش كي يتنفش معنا وكتظهر ديك التوريق ديالنا ديال الورقه اللي عدلنا. صافي كتبتو بحال هكذا على الشكل طولي باش تجيني الخدمه فيه سهله. هاهو بحال اللي كتشوفو دابا غادي نجيب واحد الموز ديالي، غادي نحاول نقطع مربع. هاهو مربع بحال اللي كتشوفو هكدا، عاود غادي نجي لهنا وغادي نحاول نقطع مربع. هذا اللي كيجي في الحاشية حاولوا تعوضولو هاد الحاشية ديالو. صافي غادي نعبروها بحال هكذا باش نشوفو النص فين كيجي. النص كيجي هنا هكذا بلا ما نقطعو، يعني غنجيو من هادي وغادي نشقو هاد الجهة هادي النص فوقاني لي تيشوفو اش كيضالكو بحال هكذا. غادي نشقوها من هنا غير شويه باش كتجي تزيننا وصافي. دابا غادي نجيب الحشوه ديالي، بسم الله غادي نوضع شويه هنا. كيف قلتكم العجينه ما تجيش رقيقه بزاف باش يبان لكم التوريق ديالها. نمسح يدي وكنجيبو دابا هادي اللي زوقنا كنقلبوها على اختها بحال هكدا، كنحاولو نلصقوها بيدنا بحال هكدا وصافي. كنجيبو الفرشيط وكنزينوها بحال هكدا من الجناب، غير هادو هاد الجهة هادي مكنأديوهاشي. هاهي بحال اللي كتشوفو أنا عملتهم شوية كبارين وانتوما عملو العبار اللي بغيتو. غادي ندوز نوجد معاكم وحدة أخرى، ها هي غادي نعمل العبار بحال هكذا، غير كنعبر باش كنشوف يعني الوسط فين غادي يجي بحال هكذا. غادي نجيب الحشوه ديالي غادي نوضعها هنا بصح يدي قاد الحشوه ديالي، وغادي نجيب الموس غادي نشق هنا بحال اللي عملت معكم في الاولى. صافي وغادي نقلب بحال هكذا، كنحاول نثبتها بيدي بالصبعين ديال يدي، عاد كنعمل لها فرشيط بحال هكذا باش كيزينا. صافي انا كملت معاكم هادي، نحاول نشقهم بحال بعضو. صافي غادي نوضعهم في اللاطا ديالي، ها هي عندي موجده من قبل وضعت فيها هاد الحبات اللي وجدت. بحال اللي كتشوفوا اللاطا ديالي عامله لها بابي سيلفيزي، يعني نتوما الا بغيتوا لا عندكم ما كانش متوفر دهنوها بشويه ديال الزيت غير شويه وشويه ديال الدقيق اولا الزبده وشويه الدقيق، ما خصكمش تعملوا لها بزاف باش ما تشيخ لكم شي باتفيل ديالكم اولا العجينه ديالنا مورقه. ويفضل تكون بحال اللي قلت لكم بهذا بابي سوبليزي. صافي في هاد الاثناء هادي انا شعلت الفران ديالي من التحت باش يسخن مزيان ونكمل الكميه اللي عندي ونرجع معكم. بعد ما كملت الكميه اللي عندي ها هي بحال اللي كتشوفوا، انا جبت هنا واحد البيضه كامله ضفت عليها واحد القطرات ديال الخل باش تحمرنا العجينه ديالنا اولا الشوسون ديالنا. المهم دابا غادي نردو في الفران، غادي نشعل عليه غير من التحت ما نشعلوش من الفوق اي من التحت حتى نشوفوها بدات كتنشف من التحت وبدات كطيب وتورقات نات نفخات، عاد كن نفتحوا عليها وعاد كنشعلوا لها الفوق، يعني حتى في الاول حاولوا ما تفتحوش عليها مره. المهم ندخل البلاطو ديالي الفران ونتلاقاو ان شاء الله من يوجد. كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الشوسون ديالي مملحين، الصراحه كيجيو كيحمقوا ها هما بحال اللي كتشوفوا. انا حمرتهم شويه من الوجه، بالنسبه اللي كيبغي يعني يورقوا حتى من الجناب ما تخليوش البيضات يعاودوا عليهم من الجناب، انا ما بغيتش نخليهم يطلعوا من الجناب يتنفخوا
علي هبطت عليهم هيدا البيضه، خليتها هبطت باش ما تفتحليش ديك الجناب ديالي، خليتهم يبقاو مهدكين يعني شابرين، ها هما مشدودين ما تحلوش مره. ولا بغيتو تنفخوا لكم حتى الجناب فحال اللي تنفخوا هادو، يعني ما توصلوش البيضات حتى الحاشيه هادي باش تنفخ، حيت البيضات ملي كيهبطوا عليها ما كيخليوهاش تنفخ. وصافي هذا هو الشكل النهائي ديال الشوسون ديالي، نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. ما تنساونيش من الاشتراك في القناه وضغط على زر الاعجاب وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد، وشكرا. السلام عليكم.